السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. اليوم بدي أعرض لكم تحدي ال 12 من تحديات الانترفيس أو مهرجان الشتاء. التحدي لسه عندي مقفول مثل ما شايفين، اللي هو بيعطيك الباك بلينك تبع السنو كريستال. هو لسه مقفول، إن شاء الله رح ننزل أنا التحديات قبل بوقت، نجيب التسريبات، ننزل كل التحديات قبل بوقت خلال اي تحديات انترفيس مثلا، او تحديات السيزون الثاني، او اي تحديات رح تنزل رح ننزلها قبل بوقت وشرح كامل لها. التحدي تبع اليوم ال 12 هو مقفول هون قدامكم، اللي هو بدك تفتح الايس بوكس، بدي اعرض لكم صورته هلا حاليا، وبدي اعرض لكم فيديو واماكنه على الخريطه وشلون تاخذ منه انت اللوت وتخلص مهمه اليوم ال 12 مشان تاخذ السنو كريستال. اصدقائي، هذا هو الايس بوكس اللي بدك تفتحه وتاخذ منه اللوت مشان تخلص مهمه، بدك تفتح اثنين مشان تخلص مهمه اليوم ال 12 من تحديات الوينتر فيست. إذا كملت المقطع الأخير يا ريت ما تنسى من الإعجاب والإشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس بساعدني وصلت كل التحديات أول بأول، والجيم بلاي أنا بحب يضيفني أو يلعب معي، يعمل لي آب نلعب مع بعض. وإذا كملت المقطع الأخير شكرا لكم المشاهدة ورعاية الله.